السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة بيبي فيت. بيبي فيت زيه زي بي دروب تقريبا، هي نفس الشركة او مش عارف، هو نفس الشكل اهو. بيبي فيت بستة جنيه، تمام. ده احنا عملنا عنه فيديو قبل كده، هنسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. طيب نتكلم عن موضوع النهاردة اللي هو بيبي فيت، وبعد كده نقول لكم ايه الحاجات اللي هي شبيهة. لو استنيت لاخر الفيديو هنقول لك ايه الحاجات اللي هي شبيهة بيه لو ملقتش ده. طيب بيبي فيت للحمام والعصافير وجميع انواع الطيور. كنا قلنا ان في دروب قبل كده، لما عملنا في دروب قلنا ان هو ليس كالسم ولكنه يساعد على امتصاص الكالسم. ده زيه بالظبط، بيساعد على امتصاص الكالسيوم، بل ايضا ان في فيتامين د يتحكم في امتصاص الكالسيوم، تمام. ده احنا قلنا بستة جنيه ارخص من التاني، دايما بندور لكم على الحاجة الاقل. هو تقريبا نفس الشكل وكل حاجة في القطارة، معرفش بيختلف في اختلافات بسيطة يعني في تركيب الفيتامينات اللي فيه. ان هو فيه فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم في الامعاء، وايضا في فيتامين ه مهم جدا يعمل كمضاد للأكسدة، يعني يمنع المواد المؤكسدة السامة. وفي ايضا فيتامين جيم ايضا هو مضاد للأكسدة ويقوي المناعة ويمنع احتمالية التعرض للعدوى، يعني بيقلل من احتمال الطائر لو في عدوى انه يتعدى بعدوى من اي طائر تاني. طيب فيتامين ب، في فيتامين ب ايضا مهم في تقوية الاعصاب ويقوي المناعة ويمنع الاكسدة. بالمناسبة هو الدواء ده اصلا للاطفال وللرضع، يعني ان هو امن جدا، هو للاطفال. بنحتاج لبيبي فيت ده، بنعطيه امتى؟ اثناء وجود زغليل، خاصة عند عمر التريش. يعني لو الزغليل عند حضرتك طالع فيه كمية زغليل في عمر التريش استخدم الدواء ده. هنقول برضو الطريقة بعد شوية، زي ما بنعمل بالظبط مع جروفيت بلس، زي ما انا قبل كده عملت لكم ان هو جروفيت بلس اللي هو ده، تمام. اهو مجهزين كل حاجة عشان نقول لكم عليها، زي ما بنعمل مع جروفيت بلس وزي ما بنعمل مع ديكال بي 12 برضو الزازة بتاعته. ده بديكال، هنجيب الديكال اهو معانا ده ومعانا ده، نعمل الديكال بي 12 اهو برضو بنستخدمه في نفس الوقت. لكن دايما احنا بندور على ادوية بديلة اللي تلاقي حضرتك، لان احنا كنا قلنا ده ان هو ممتاز جدا الجروفيت بلس، هو بيطري لكنه غالي شوية، يعني شوية لما لغاية هنا العلامة دي بعشرين جنيه، يعني 40 سنتي بعشرين جنيه. طيب كمان ان هو زيه زي البيديكال، يعني هو مش زيه بالظبط لكن هي الحاجات دي اللي بنستخدمها لنفس الغرض. يبقى هنجيبهم جنب بعض كده. الفي دروب مش جايه اهم دلوقتي قدامنا، الكام صنف دول قدامنا بالظبط كده، الكام صنف ان شاء الله يكونوا واضحين. قرب لهم كمان شويه اهم. طيب لما بنعطي منه للحمام زي ما قلنا ديكال وبيديكال ان هما زي بعض بالظبط، اختلافات بسيطة جدا، وسعرهم برضو
ده تقريبا 10 10 ونص. الاسعار ده ديكال وبيديكال، حاجه بينهم ب10 وحاجه ب10 ونص، تمام. وقلنا ده بيضرب ب10 ونص وده ب10، اما ده بيتباع بالسنتي 40 سنتي ب 20 جنيه، اللي هو ده اللي هو جروفيت بلس. طيب بيقوي عظام الزغاليل، ليه بنضيف مرحله النمو؟ عشان كده بيقوي عظام الزغاليل ويساعد في نمو الريش. هتجد ساعتها لما تستخدمه حضرتك تعطي منه حتى 3 ايام للزغاليل، تحط في المية للاهالي او تعطيله في الفم مباشرة، بيكون ايه، تجد ان الريش لامع نتيجة لان صحة الزغلول هتبقى جيدة، تلاقي ريش الزغلول لمع ويزيد من مقاومة الامراض. زي ما قلنا بيزيد من مقاومة الامراض اي حاجة في دول. لكن هو موضوعنا النهاردة اللي ما عملناهوش قبل كده اللي هو بيبي فيه. احنا كل ما بنعمل نوع بنكتشف نوع جديد بنقول لكم على باقي الانواع كلها اللي الشبيهة، تمام. كل ده أدوية بشرية، وأيضا إن هو يوضع للحمام أثناء التزاوج، أثناء التزاوج وضع البيض، لأنه بيساعد في امتصاص الكالسيوم في الحمام. في الوقت ده بيبقى النتاية بتبقى محتاجة الكالسيوم، النتاية اللي بتبيض علشان ما تصابش بالكساح، وأيضا إن هو بيعالج الكساح. كل دول فيهم فايدة لعلاج الكساح، الخمس أصناف دول، تمام. بيعطى أيضا مثل أي فيتامين بعد إعطاء الحمام المضادات الحيوية. يعني لو حضرتك كنت بتعالج الحمام من السلمونيلا أو الكوكسيديا أو أي إسهالات، بتعالج بمضادات حيوية، ده بيعطى بعد العلاج لرفع المناعة الطيور. يعني زي ما دايما يقول لك الطبيب البيطري ادي رفع مناعة، ده الحاجات دي بتبقى كويسة جدا لرفع مناعة الطائر، خاصة بعد الفترات الطويلة من العلاج. يعني لو اعطيت فترة طويلة من المضادات الحيوية يبقى الحمام بيكون مناعته قلت من بسبب الأدوية، فبنديله الأدوية اللي هي الفيتامينات بعد المضادات الحيوية. دي القطارة بتاعت فيدروب، هي برضو دي معانا، هي لسه سليمة، التانية زيها هوريكم شكلها، هي بالظبط بتيجي كده اهو، ادي العلبة معاها الازازة دي، حضرتك هتفتح الغطا وهتعملها زي دي اهو، هتبقى بالشكل ده. تستخدم القطارة، تستخدم دي، تركبها هنا في دي، هنوري لحضرتك ازاي برضو. طيب نكمل بس الايه، ليه احنا اتجهنا ناحية الادوية البشرية للحمام؟ لان الادوية البشرية زي ما قلنا لحضراتكم ارخص بكتير، الادوية البشرية اللي زي دي ارخص، رخيصة جدا من الأدوية البيطرية، لأن في ناس كتير قالت أنت بتجيب حاجات غالية، لما احنا قلنا على الأدوية الجروفيت بلس وقالوا بتدي ليه حاجات غالية، تشوف لينا حاجات أقل في السعر. فاحنا دلوقتي بندور على الحاجات الأقل في السعر نقولها لحضراتكم، تمام. لان زي ما قلنا الادوية البشري ارخص من الادوية البيطري. يعني قلنا زي ما قلنا مثال جروفيت بلس زي ما قلنا ل40 سنتي ب20 جنيه. ايضا معانا هنا السيلينيوم برضو نفس الحكاية اهو، نفس الحكاية معانا السيلينيوم، الكمية دي اللي هو السيلينيوم المستورد بجيبها انا الكمية لغاية برضو العلامة دي ب20 جنيه، حوالي 40 سنتي تقريبا او 50، يعني برضو غالي. لكن لما تيجي تقارن هتلاقي عندك زي دي 120 سنتي ب10 جنيه اللي هو ديكال ب12، فيها 120 سنتي ب10 جنيه، ودي نفس الحكاية ب10 ونص البيديكال. فتجد دايما الأدوية البشري دايما أرخص. طيب عندنا زي ما قلنا برضو بيبي فيت ب6 جنيه والفيدروب ب10 ونص،
عندنا كمان حاجة لسه هنعمل عنها فيديو، الفيديو القادم إن شاء الله بعد كده استكمالا لموضوع الفيتامينات البشري، اللي هو نوع من أنواع زيت كبد الحوت. هو أنواعه كتير، زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت أنا يعني نقيت النوع ده، اخترت النوع ده من الصيدلية عشان أعمل لكم عنه فيديو إن شاء الله. انتظروا فيديو قادم عشان نقول عنه كل حاجة. وفوائد زيت كبد الحوت، هو ده ب24 جنيه، ان شاء الله نعمل له فيديو مخصص نقول على فوائده كله. في انواع منه من زيت كبد الحوت اغلى، وفي انواع اقل. هو ده نوع كويس، لكن ثمنه زي ما قلنا 24 جنيه بس. في انواع تانية هو على فكرة عموما بيكون غالي جدا زيت كبد الحوت. طيب احنا نقول ما قلناش على بنستخدم ازاي اللي هو الدواء بتاعنا النهاردة بيبي فيت، زي ما استخدمنا قبل كده بيضرب. هنعمل مع بعض. طيب انا معايا الازازة اهيت لسه ما اتفتحتش، ودي القطارة بتاعتها بتيجي جنبها في قلب العلبة. ميزة كويسة جدا ان تيجي معاها القطارة. انا معايا زغلول، هنفتح الازازة كده اهو. تمام اهو، زي ما عملنا قبل كده بيضرب. دايما اي دواء نجيبه للاحتياط بنرجه كده كويس، اي دواء بنرجه، ما نديش الدواء الا ما نرجه، خاصة الادوية البشرية اللي هي بتبقى تركيب، يعني اذا حس ان هي دواء سميك بقى بنرجه. واسحب نص القطارة دي اعطيها للزغلول. انا هدي الزغلول ده ليه؟ اللي انا اخترته قدام حضراتكم اللي انا اجرب فيه العلاج. طيب زي ما قلنا ليه انا اخترت الزغلول ده علشان اديله، هقول لكم انا اخترت الزغلول ده ليه. اهو الزغلول ده نجيبه اول قدام الكاميرا اهو. شوف حضرتك الزغلول ده ما كانش فيه ريش، ما رغم ان هو حجمه ما شاء الله يعني مكتمل النمو. شوف دماغ الزغلول اقرا ازاي، كان اكتر من كده، بدا يسلل لما انا استخدمت له الدواء ده. هو عشان كانت حالته كده من غير ريش، فانا اعطيله 5 ايام، لكن انا اديته الاسبوع اللي فات حوالي تقريبا يومين بس وريحت. فالاسبوع ده اعطيله كمان نقول يومين، وممكن كمان اسبوع نعطيله كمان مرة يومين. هنوريكم ازاي الطريقة نعطيله ازاي اهو. نجيب القطارة دي زي كده اهو، فتحنا القطارة، نعبي نص القطارة الرغاوي. خد بالك من الرغاوي ديت ما تحسبهاش. بص كده نص القطارة، وحطها بق الزغلول. تأكد ان هي في بق الزغلول من الداخل. انا معايا زغلولين فيهم تقريبا نفس الحالة دي. هنأتي اول زغلول، زغلول التاني اهو نفس الحكاية يا جماعة اهو. الزغلول التاني ان هو عنده نقص في الريش، طالما عنده نقص في الريش هيبقى عظمه برضو تعبان، يبقى رجليه تكون ضعيفة. الدواء ده هيقوي ان شاء الله الريش والعظام اهو. ندخل القطارة بالداخل ونفضي مرة واحدة. تمام اهو خلاص، يبقى ادينا واحد، ونعمل التاني بنفس الطريقة. نجيب برضو القطارة وناخد نص القطارة، نملى نص القطارة يا جماعة، ناخد نص القطارة هو انا عارف ان هو كتير على الزغلول، لكن هي حالته صعبة فاحنا بنعطيله بزيادة شوية. لكن لو هو بتعطيه في الحالات الطبيعية يبقى كفاية ربعها بس، لكن هو لو بالحالة دي اديه نص القطارة. تمام اهو. ولو هتعطي الحمام جماعي، لو هتعطي الحمام جماعي اللي حضرتك لو مربي حمام سايب زي كده هتعطيه جماعي، يبقى هتعطي تملوا القطارة
على لتر ميه. فض القطاره دي كل يوم على لتر الميه مثلا 3 ايام في حاله الوقايه بتدي كده، لكن لو في اصابات زي كده اعطي 5 ايام. لو في حمام شايفه نقص ريش زي كده او حمام رجليه بتوجعه، ما تكونش نتيجه سالمونيلا، كونش عند الحمام سالمونيلا. لو الحمام عنده اسهال يا جماعه حذاري انك تعطي اي فيتامينات مع الاسهال، فيتامينات مع الاسهالات بتزود الاسهال، تعطيش اي فيتامينات. خساره الناس اللي خرجت من الفيديو بدري ما سمعتش المعلومه دي، لكن مع الاسهالات ما تعطيش اي فيتامينات، وما تعطيش اي فيتامينات مع اي علاجات تانية ادوية اخرى مع مضادات حيوية، لكن بعد الشفاء من المرض اللي هو مصاب به، ان كان سالمونيلا كان كوكسيديا اي اسهال، بعد الشفاء تاتي الدواء اي دواء من دول كرافع مناعة. طيب في النهاية بعد ما خلصنا بنقول الحديث اول ونقول دعاء، نقول ايه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله أن يكون هذا العمل علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. أيضا في النهاية هنقول هذا الدعاء لنا ولجميع الأمة: يا رب سترك ورضاك وحسن لقاك. بنشكركم على المتابعة، أرجو أن ما كنش أطلت عليكم. بنرجو أن حضرتك تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وأنك تعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.